اعمل لكم شويه سلطه تونه تاخد العقل. تونه وتاخد العقل انا بحب قوي سلطه التونه، بحب كده اخلي طعمها حلو، اخليها مشطشطه واحطها مثلا في سندوتشات اكلها كده نقنقه حكايه. بحب فيها ليمون وخل وكمون، بصوا تحفه. تعالوا نقول المقادير. لا مش هينفع، تعالوا نقول المقادير. هحتاج ايه؟ علبة تونة او علبتين، الكمية اللي انت عايزاها طبعا. عليهم طماطم، بس تكون طماطم مش طرية، الطماطم الايام دي حلوة قوي، بلح كده وخطيرة، تتاكل اصلا تحفة. فانا عايزة طماطم مش طرية. خلاص هقطعها مكعبات، فلفل الوان مكعبات، كابوتشي وكمان جرجير وبصل جوليان، زيت زيتون، زيتون حلقات اخضر او اسود اللي موجود، فلفل حار بقول لكم بحب اشطشطها، والدريسنج بتاعها خل وليمون ملح وفلفل اسود وكمون. اكتر حاجه وابسط حاجه واحلى حاجه طبعا. انا ممكن اعمل الوصفه دي ماشي وانا رايحه الجيم اخدها معايا، وانا رايحه الشغل اخدها معايا، والدريسنج على جنب، بلاش احط الطماطم. يبقى انا ممكن ده كله احطه على بعض بدون الطماطم. خلاص الطماطم دي لازم اقطعها احطها على طول، فانا اقدر اخد الوصفه دي معايا الشغل، اقدر اخدها للاولاد بعد التمرين في النادي، اقدر انا بعد الجيم اكلها، ليه؟ بروتين، وعندي هنا كمان الخضار، ودي اكتر حاجه طبعا مفيده بعد الجيم وبعد الحركات ماشي. طيب هنعملها ازاي؟ بص بقى، هجيب كله على بعضه هنا، بحبها متقلبه مش باين لها ملامح. بصوا دي احلى حاجه بالنسبه لي، والخضار يبقى فيها حلو كده وكتير. انا من الناس اللي بتحب التونه جدا وبحب اكلها، وبحس ان هي خفيفه، وطبعا مش كتير يعني مره لمرتين في الاسبوع هتبقى حلوه قوي. بصوا مجرد ما دول اتحطوا على بعض بقوا حلوين ازاي اهو. يا استاذ حسين، يا مساء الفل عليك يا شيخ. ازيك عامل ايه يا استاذ حسين؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازي حبيبه والله، وحشنا كتير ما كلمناش حبيبه والله. ربنا يخليك منورنا دايما. الله يخليك، لا تسلم ايدك، احنا حركه السما دي لازم احنا ما نفوتهاش ابدا يا شيخ. تسلم، ربنا يخليك والله. الله يخليك، تسلم ايدك، وتحياتي لحضرتك وكل العاملين مع حضرتك والله، ربنا يبارك في الجميع كده. ربنا يخليك يا استاذ حسين، ودايما منورنا كده وسامعين صوتك بكل خير والله. الله يخليك، تسلمي كله والله. الف الف أكيد. شكري ليك دايما. تسلمي، شكرا اكيد. نورتنا، مع الف سلامه. بصوا ايه الجمال ده، ننزل بقى بالتونه كده اهي، شايفين اللذاذة والحلاوة. شايفة يا ندى ولا ايه الاخبار؟ ندى علي صوتك. الو. ايوه يا نودي، ازيك؟ ازيك يا شيف، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه اخبارك يا حبيبتي؟ ايه الجمال ده كله حبيبتي؟ ربنا يخليك، الاكل يعني خير ربنا الحمد لله والله، والبحر ده بس بيدينا خير وافكار كده. اكيد طبعا يا شيخ. عامله ايه؟ بتحب السمك يا ندى؟ قوليلي. جدا بحب السمك والرنجه وكل بقى حاجاته كده. سلطه التونه دي بالنسبه لك ايه؟ كلميني كده عليها. لا انا بعشقها بصراحه، وكمان اتمني بعمل دايت اليومين دول، فيعني باكلها يعني باستمرار. ده احنا كده زمايل. اكيد طبعا. انا اول مره اتكلمك على فكره بجد. والله اصل انا امبارح يا ندى عايزه احكي لكم حكايه كده ماشي. تمام. اول يوم امبارح نزلت فيه جيم حلو، صح؟ حلو لحد هنا حلو. قبل ما انزل يعني قلت لازم اكل حاجه قبلها بساعتين ثلاثه كده بقى عشان التمرين، عشان ما اتعبش. ايوه صح، حلو الكلام. حلو الكلام. اكلت ايه بقى؟ جات لي ضيفه ماشي، وانا كان عندي محشي ضيفة على فجأة، رحت مطلعة المحشي خلاص، رحت محمرة في حتة زبدة. غلطان انا؟ بوظت الدنيا. طب دي علشان عندي ضيوف خلاص، عشان عندي، فمش هينفع ايه ما اكلهاش. ايوه طبعا. واكلة كده معاها، قال يعني بس عجبني فرحت واكلة، قلت خلاص كده انا كده اتغديت.
ماشي، قلت انا كده اتغديت فانا مش هاكل تاني، رحت الجيم طبعا بطه هناك يا بطه، مش قادره مش قادره اجي مش قادره امشي مش عارفه. اول يوم بقى مش عايزه اقول لك، صحابي قالوا لي بصي انت يعني ضيعتي علينا التمرين النهارده. روحت من الجيم حسيت نفسي هفتانه هفتانه وجعانه، قدامي لسه طبق المحشي البتنجان اللي متحمر في زبده، اقول له لا لا طبعا ازاي، حسيت ان انا ماليش اي حاجه، ده انا كنت من غير الجيم ما باكلش بالشكل ده. بالهنا والشفافي حبيبتي ربنا يخليكي. كنت عايزه ابعت تهنئه لابني كده بمناسبه عيد ميلاده. عايزه ايه؟ اهني ابني بمناسبه عيد ميلاده. اتفضلي يا روحي. عايزه اقول له كل سنه وانت طيب يا ميدو يا حبيب ماما وبابا، وربنا يخليك لينا يا رب وتفضل في وسطنا طول العمر. يا حبيبتي ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يخليك يا ستي، ربنا يبارك فيك. يا حبيبتي تفرحي بيه يا حبيبتي، كل سنه وهو طيب وعبال مليون سنه يا رب. ربنا يخليك. نورتيني نورتيني يا حبيبتي نورتيني. ادي طبق التونه